يمضي سريعا. يمضي معلش علاقة الله بالوجود وكلاهما حق. نعم. كيف تكون هناك علاقة بين خالق ومخلوق وكلاهما حق؟ علاقة الله بالوجود نأخذ بقى هون اسم من أسماء الله الحسنى هو الرحمن، حتى نشوف علاقة الله بالوجود. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني الرحمن له الأسماء الحسنى كمان، والله له الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو له الأسماء الحسنى. والمصحف يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليش هل الرحمن غير الله؟ الله الله لفظ الجلالة. نعم. يعني الله إذا بتحطه لحاله إيش هو؟ بدك تقول دائما بالتنزيل واضح، ما بذكر الله لوحده، يقول الله العزيز الحكيم، الله كذا كذا تبارك الله. أما الرحمن بذكر لحاله، الرحمن تحت الآية علم القرآن. هلا وقت بيذكر رب العالمين، انتبه، وقت بيذكر رب العالمين بالمصحف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بعد الله بعد الاسم دائما يضع من أسمائه الحسنى عز وجل، والله اثنين غفور رحيم، والله شديد العقاب. نعم. والله مو هيك اثنين؟ لا لا، وقت بيقول أسماءه بيحط اثنين، الله الله العزيز الحكيم، إن الله غفور رحيم، بينما وقت يقول الرحمن بيحط بعده اسم واحد، تنزيل من الرحمن الرحيم. في كل مصحف اي الرحمن الا بسم الله الرحمن الرحيم، الا بسم الله الرحمن الرحيم، الله الرحمن الرحيم. هي هذا الجمله هي عنوان فعلا حقيقي للمصحف كله، هي العنوان الحقيقي. الله لفظ الجلاله، الرحمن هو اسم الربوبيه، هو اسم الربوبية، اسم الربوبية هذا الكون، وله معنى الربوبية. نعم. وله معنى لأنه هذا الكون ثنائي، من هون نجي بقى لمفهوم السيرورة والكينون. هذا الكون الله أحادي، واحد في كمه، واحد في كمه، أحادي في كيفه، لم يلد ولم يولد، أي واحد يعني واحد. نعم. واحد في كمه، قل هو الله أحد، الكيف أحادي، ما في كيف آخر. تبارك الله، الله أحد صمد، يعني نعم. نعم واحد أحد، يعني نعم. واحد غير أحد. نعم. الرحمن لها معنى، الرحمن في على وزن فعلان، وزن فعلان وزن يحمل الأضداد. أعطيك مثال، أنا أجيب لك يا من المصحف المثال. كيف يحمل الأضداد ونحن نعلم أول ما نشعر، يعني أول ما نفهم الرحمن نفهمه من الرحمة، بل بمطلق الرحمة، لا. مبالغة الرحمة. لا. إذا كان الرحمن هو مبالغة الرحمة، ليش قال الرحيم؟ يعني أنا إذا كان معي مليون دولار، ليش أقول معي ودولار؟ مثلا ليؤكد أن الله رحمن رحيم، حتى يستبشر الناس، يعني رحمن ورحيم، يعني شو؟ يعني يستبشر رب عم يتكلم، يقول لك رحمن مبالغة الرحمة، رحيم صارت زيادة. يعني أنا إذا معي مليون دولار، ما في لك إنه أنا معي خمس دولارات. طيب ما معنى الرحمن؟ الرحمن على وزن فعلان، فيها الأضداد. يعني رويان، شو مخابلة؟ الله أعلم، في اللغة ريان، تقصد ريان؟ ريان، عطشان، جوعان، شبعان، غضبان، هل فيها غير الغضب؟ رفيان. ريان، هل فيها غير العطش، غير السقاية أو الري؟ مقابل على وزن فعلان، اثنين على وزن فعلان، ريان في مقابلة في عطشان. الريحان، فأما إن كان من المقربين فروحون وريحان، شو مقابلة؟ شو مقابلة؟ روح وريحان. ريحان شو مقابلة؟ ما أدري. تعبة من الراحة أخذتها لك. طبعا شو ريحان؟ شو بتصف أنت يعني ريحان؟ شو تفهمها؟ إن واحد عم يموت والله دكتور، تأتي بالأفكار الغريبة، يعني الفكرة تلو الأخرى. فأما إن كان من المقربين فروحون وريحان، يعني بيبقى مبسوط ومرتاح. نعم. الآية معروفة، لكن تستند إلى سيبويه، وتارة تنكر قواعد اللغة العربية. أنا ما عم باخذ لا فاعل ولا مفعول به، أنا عم باخذ الأساس إنه هذا الوزن الجذر اللغوي هذا الوزن والصيغة. يحمل الأضداد.
طيب لنفترض فرقان جمعان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرقان وجمعان. لنفترض أن الرحمن تعني كلا المعنيين، تعني ثنائيات. ما هي الثنائية؟ معز شو مقابلة؟ مذل. الرحمن الرحمن معز مذل، الرحمن رافع خافض. الدليل بسرعة لو سمحت. الدليل الرحمن مهم. الرحمن رحيم شديد العقاب، بس الرحيم وشديد العقاب أي فرق بينهم؟ الرحمن رحيم وشديد، يعني الرحمن بيعطي بيكافئك وبيرحمك بس وبيعاقبك، يعني بالرحمن التنتين موجودين. بس من أين جاء هذا المعنى؟ قال تعالى قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرحمن بيعذب كمان، وهون رحمتي وسع عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هون قال له أنا حطيت الرحمن، أنت ارتعبت يعني بتخوف، صارت انه في رحمن، يعني انت على انه طرف بدك؟ في عقاب، في رحمه في عقاب، في تنتين هون، هي تنتين انت ايهم يعني ايهم بدك تعطيني؟ قالك لا الرحيم غلب الرحمه على الحساب. قالك رحمتي وسعت كل شيء وعذابي اصيبه من اشاء. قالك انا غلب يعني الرحيم، الرحيم موجوده بالرحمن، بس بالرحمن بالاضافه في شديد العقاب بالإضافة للرحيم. والحساب هو قال لك الرحمن في الإضافة صارت واضحة. هذا جزء من الفهم، هذه الفكرة أين نضعها في موضوع حلقتنا؟ الثنائيات. بالثنائيات يعني يجب الجدال، الأضداد والأزواج كله ثنائيات. الآن هلأ الرحمن، القرآن الرحماني، قوانين الكون والوجود، يعني يجب أن نفهم الثنائيات حتى نستطيع أن نقوم مع السيروح. هذا الكون رحماني يقوم على الثنائيات في الأضداد والأزواج والتناقضات. هذا الكون رحماني، خير وشر، ليل ونهار وكذا، بدون إزاد إنه كل الظلمات والنور والظل والحرور يعني هذا طبيعة الوجود صارت. لا سبق لك الرحمن هو اسم الربوبية لهذا الكون. لا سبق الرحمن له معنى، الرحمن لحاله حطه، الرحمن آية بس الله آية ما في. ما في. الرحمن علم القرآن، لك علم بتاخذ مفعولين به، علمه البيان، علم الإنسان البيان. طيب هو حط مفعول به واحد. جميل الوقوف عند كلمة الرحمن. نشوف الآية. نعم. الرحمن علم القرآن. طيب أحد المعاني علم القرآن، هن علم القرآن للملائكة، علم القرآن لكذا، أي مفعول مفعول به؟ وين الواضح لا هو بدا مفعول به واحد بتاخذ اقرب معنى بالمنطوق. انا اقول بالمنطوق لا هي مفعول به واحد ما بتحتاج اكثر. علامه الرحمن هي علامه القران هي الرحمن، يعني انا جيت جاي لعندك وحاطط علامه وردي على صدري. هون من علم مو تيتش، من وضع علامه لله المثل الاعلى، يعني وضع يعني الرحمن علم القرآن أيضا مفهوم جديد غريب. يعني شلون إنه شو علامة القرآن؟ أنا القرآن رحماني، يقول رحمن ليه؟ قال له لأنه في قوانين وجود وقوانين، طيب وخلى قوانين رحمانية هاي قوانين ربوبية، والرحمن هو اسمه ربوبية. لذلك جاء في أي واحدة؟ طبعا في أي واحدة. وبعدها هلا هون نجي كونه هيك، شو علاقته بالكون؟ ناخذ مفهوم العرش والكرسي. مفهوم العرش والكرسي. طيب. شايف هالمفاهيم قديش مفتاحيه؟ طيب. نعم، قلنا في البدايه ان هذه الحلقه ستتناول مفاهيم يعني بمنتهى العمق بين قوسين الفلسفي. العرش والكرسي. والكرسي. ارجو ان نتابع مفهوم العرش والكرسي بعد قليل.